يا ستي فعلا انا ما بستحي ادم. بس بالنسبه لسفره بيروت كسر دياتكم على الشغل. ولك شو هالطابوسه اللي وقعت حالك فيها؟ ها؟ الله وكيلك محسمت البنت. اخي واذا قلت لك انه ما بدي؟ اذا بدنا نستناهم نتعشاهم للاكلات. اخ يا استاذ هدول جماعه بدهم نزح حوافر بلكي هالعالم ترتاح منهم شوي. صار له عايش بالحاره 13 سنه. حلال علي لاني بعرف اسمها. سلم ايدك دكتور. قلت لحالي بجيب لك هديه مشان فرحك فيه.